شكرا شربل. فاذا التبديل يلي عم بيصير من ناحيه فريق النجمه دخول اكرم مغربي بدلا من يوسف الحاج. فريق النجمه يلي انهى الشوط الاول متقدم بهدف، هدف مثل ما بيقولوا على الطريقه اللبنانيه كان ستروبيا بعد خطا من حارس مرمى فريق لخاء الاهلي علي، يلي كان التايمينج عنده لشاكر وهبي مش صحيح ابدا بالوقت المحتسب بدل عن ضائع، وكان عم يتمكن فريق النجمه انه يتقدم 1-0. الشوط الاول هيك كانت نتيجته، ما بعرف شو رح تكون نتيجه الشوط الثاني، هذا الشيء يلي رح نتابعه نحن وياكم مباشره عبر دوري الفا لكره القدم، مباشره وحصريا عبر شاشه الام تي في. نحن معكم بعاصمه الجنوب وبوابه الجنوب صيدا، ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري يلي عم يستقبل هالمباراه الثانيه. ايضا من ناحيه فريق الاخاء الاهلي علي، حيدر خريس يلي عم بيخرج من ارض الملعب، وبدلا منه محمد مرقباوي ايكر لاعب النجمه السابق اللي اليوم عم بيلعب ضد فريقه. محمد مرقباوي لاعب سريع بيتمتع بطول القامه، حاليا كبيره لمين؟ شو راح يعمل؟ راح يسدد بمرر داخل منطقه الجزاء. اكرم مغربي يلي بيعكس الكره، بيتاخر كثير اكرم مغربي وبيرتكب الخطا، بيتاخر وبيرتكب الخطا وركله حره لصالح فريق لخاء الاهلي علي. كل فريق بعد عنده تبديلين لهلا، النجمه اجرى تبديله الاول، اخاء اجرى تبديله الاول، تعليمات عبد الوهاب ابو الهيل، تعليمات جمال الحاج كانت بين الشوطين، هذا الشيء اللي رح نبلش نشوفه هلا من خلال سير المباراة. هل النجمي رح يكمل مهاجم، رح يلعب مدافع؟ لخاء الاهلي علي ما عاد عنده شيء يخسره ابدا، النتيجة مش لصالحه ابدا. فريق النجمي حاليا مع كبيرو موسى، كبيرو بيرجع للخلف لاحمد جلول داخل منطقة الجزاء، تمريره خاطئه بتروح لحارس مرمى فريق لخاء الاهلي علي. النتيجه اليوم، هل رح يكون عندنا الانتصار الاول بهالمرحله الثانيه بعد مبارتين كانوا عم ينتهوا بالتعادل ومباراه الصفا يلي رح نعرف نتيجتها النهائيه بعد دقائق، يعني وتنتهي مباراه الصفا وفريق الشباب العربي رح يبين عنا شو رح تكون نتيجة النجمة كمباراة رابعة بهالمرحلة الثانية اللي تختتم بكرة بمبارتين. ونقلنا المباشر رح يكون بكرة من سور، بكرة سور الحلوة، سور البحر، سور الجميل جدا يلي رح تستقبل بكرة المباراة السادسة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من دوري ألفا لكرة القدم. تمريرة بتوصل بالخطأ عند حسن معتوق لخارج الملعب، سعيد اسكندر، رمي التماس لفريق النجمة، تتنفذ رمية التماس، حسن محمد بيتقدم لمين بده يلعب؟ لكبير وموسى. صار في عنا يعني اربع لاعبين عندهم النفحة الهجومية بفريق النجمة. موسى كبيرو والخطأ، خطأ والانذار الاول بالمباراة، البطاقة الصفراء الاولى بالمباراة راح تكون من نصيب اللاعب المغربي ربيع هوبري، اللاعب المغربي اللي عم ياخذ اول بطاقه صفراء بهالمباراه بعد الخطا اللي ارتكبه على كبيرو موسى. بالاعاده الحكم هون ما كان عم يحتسب الخطا، كان ناطر ليشوف للحظه اذا بيعطي ادفانتج، اذا حسن معتوق رح يكمل بالكره، بس الخطا واضح، الخطا صار والبطاقه الصفراء محقه كانت للاعب المغربي. ركله حره شربل، وكمان الشوط الثاني يلي مثل ما مبين لهلا افضل من الشوط الاول. يعني طبعا النجم بيقدر يبني على الهدف يلي سجله باواخر الشوط الاول الاخاء الاهلي علي من دون شك، مع ادخال مرقباوي يعني عم يسعى لا ادراك التعادل بعد ما قلب تشكيلته عبد الوهاب ابو الهيل الى استراتيجيه 4-3-3 بوجود ليث صاحب فلاح الجنابي ومحمد مرقباوي بخط الهجوم بالوقت يلي حاليا ركله حره حسن معتوق خلف الكره بيلعبها مباشره باتجاه المرمى، عم ترتد من ايكر الى ركله ركنيه. محمد مرقباوي المعروف بايكر،
الكل بيعرفوا بالكره اللبنانيه بهالنيكنيم بهاللقب سيتي كورنرز للنجمه من دون ما يستفيد ولا اي واحد منهم. شارت القياده على زندو الاكرم مغربي بعد دخوله بالوقت يلي ركنيه عم تبعد بتروح لعند حسن الحاج لاعب يلي بدا مسيرته مع الشباب الغزيه من بعدها شفناه مع الصفا مقطوعه بتروح لعند احمد حجازي او سعيد اسكندر شبيهه لاحمد حجازي يلي موجود على مقاعد البدلاء بانتظار انه نشوفه بالشوط الثاني للرقم 17 ما بعرف كنت عم فكر بحجازي بالوقت يلي برقباوي عم يسدد على العارضه بطريقه رائعه جدا عم يقول انا دخلت الى ارض الملعب انا حاضر انا موجود. لاعب يمكن كتار بيقولوا انه لاعب فردي لكن من دون شك امكاناته الفرديه كثير كبيره. هالتسديده بتحكي عن حاله عباس حسن يعني انا بستغرب دائما بالكرات العاليه لاعب بطول عباس حسن او حارس بطول عباس حسن عنده مشاكل بالكرات العاليه. شفنا الامر بالهدف يلي سجله عيسى يعقوبو بمرميه بالمباراه امام العهد وهالكره يلي سددها مرقباوي ما معقول شو ذكي ما معقول شو لعيب عم بمر ايضا مرقباوي ايكر بتابع تقدمه هالمره مقطوع الكرة من حسن محمد. عودة حسن محمد مهمة جدا إلى جانب حسن العنيد بمواجهة لاعب موهوب مثل آيكر. كنت عم بتحدث عن أحمد حجازي لأنه كان عم بيقوم بعملية التحمية. بدي أتحدث عن هالأمر وإمكانية مشاركته أيضا ليضيف المزيد من الحلول الهجومية لعبد الوهاب أبو الهيل. بالوقت يلي أحمد عطوي على رمية التماس مرة جديدة. أحمد يلعبها طويلة ايضا بالراس من ابو عتيق خطيرة جدا امام المرمى ما في اي لاعب من الاخاء الاهلي علي ليتبعها. كرة اتجاه كبيرو سعيد عوادة ممتاز 10 على 10 بالمواكبة لكبيرو موسى ببرودة اعصاب عم بيتبكر بالسيطرة على الكرة. جمهور النجم عم بيحاول يعمل ضغط على ايكر لاعبه السابق يلي مثل ما قال حسين حمدان عنده الكثير ليثبته اليوم بمواجهة النجمة ملئة محل لاله بتشكيلة جمال الحاج عم يبحث عن فرصته بمكان آخر وبدون شك قادر يأكد حضوره كواحد من أفضل اللاعبين بدوري ألفا لكرة القدم. موهوب جدا آيكر مو منيح أحمد جلول للخلف لعند عاصم الزين. شوف الاخاء الاهلي علي اذا قادر يحافظ على نفس النمط بالضغط العالي اللي تابعناه فيه بالشوط الاول وخصوصا انه هيك نوع من الضغط بسبب الارهاق للاعبين. مع ماهر صبره بيعكس الكره العرضيه خطيره جدا لاكرم مغربي بالراس اكرم مغربي بين يدي شاكر وهبي المميز بالكرات الراسيه المرمى عم يقدر يسيب الشباك بالوقت يلي الكره عم تروح باتجاهه لفلاح في ريد تسلل ليس صاحب حولها باتجاهه لفلاح الجنابي انما رايت التسلل كانت اسرع. شو كاسكك يا سعد؟ هون عم بيكون في اعتراض من فريق الاخاء الاهلي علي على حاله التسلل. الاداريين عم بيعتبروا انه ما كان في تسلل. رح نشوفها بالاعاده على كل حال فارس بالتاكيد. حاليا كره نجمويه ترجع لعند عباس حسن. هول التمريرات خطرين كثير اي خطا بيؤدي لهدف يعني عم يلعبوا بالنار اذا فينا نقول النجمويين بهالطريقه. لاحظ اربع لاعبين من الاخاء صاروا موجودين لا يزال فعلا الضغط العالي عم نشوف بالاعاده يعني مش اكيد مش من من هالزاويه فينا نشوفها لا تشوفها اذا على خط واحد صعبة من هالكاميرا الحالية انه نحكم عليها بصراحة. على كل حال المحاولة النجموية التمريرة رائعة جدا خطيرة جدا خطيرة جدا والتسديدة من المعتوء بين يدي شكر وهبي من جديد عم يوصلوا النجمة انما اليوم التوفيق ما عم يكون حليفهم. قاسم الزين جرعة معنوية كبيرة اخذوها النجمة بعد ما سجلوا الهدف الأول نادر مطر وسع النجماوي لتعزيز النتيجة. الجلول مجددا المعتوء عم بيكون موجود بموقع محور المعتوء لكبيرو موسى اللي عم يسدد من مسافه بعيده تسديدته ايضا بعيده لكبيرو موسى. عم نشوف حسن معتوء عم يكون بدور محوري خلف كبيرو موسى
بالوقت يلي على الجهه اليسرى موجود اكرم مغربي، على الجهه اليمنى حسن محمد. تعديل على التكتيك وعلى الاستراتيجيه اللي عم يعتمدها جمال الحاج بالشوط الثاني. وافضل وسيله للدفاع هي الهجوم دائما، وهذا جمال الحاج عم يعمله لزياده الضغط على الاخاء الاهلي عليه وعدم السماح لهم التحرك بحريه مثل ما شفنا بالشوط الاول مع ابو عتيق بوسط الملعب. ابو عتيق بالاعاده عم نشوف هالكره بكعب القدم لعيب اكرم مغرب للفنان حسن معطوق، انما تسديده المعطوق بشكل مستغرب كانت غريبه بالوقت يلي كره اماميه بتسقط لعند ابو عتيق. لا تزال الضغوط الجبليه على المنطقه النجمويه موجوده بالوقت يلي حسن محمد بدور الدفاع عم يتمكن من قطع الكره. كبيرو موسى عم يطلبها منه على الخط لمحمد لعند كبيرو الوطو ناجحه المره المعطوق امامه. ايضا تمريره من حسن محمد لحسن معطوق، هل رح يلحق بالكره؟ شكر وهب الاقرب لا سريعه جدا وصعبه جدا على حسن معطوق كانت تمريرته لحسن محمد. لأكيد أنه النجمة بالشوط الثاني أفضل من بداية النجمة بالشوط الأول. بعد مرور 10 دقائق عم نشوف نقل كرة، النجمة عم بيقدر يوصل للمرمى. فريق رخاء الأهلي علي اللي أدخل المرقبيوي، والمرقبيوي اللي قدر يخلق فرصة حقيقية على مرمى فريق النجمة، ومرمى النجمة اللي عم بخلص من هدف. الحكم بتابع اللعب قريب كتير. تنقطع سريعة من يوسف العنين، بتروح سريعة كمان مرة من حسن العنين لمين؟ أوه الخطأ واضح، الخطأ واضح لصالح فريق النجمة. اليوم نادر مطر وفي تبديل جديد، حضروا حالكم على تبديل جديد مع حسين شرف الدين. حسين شرف الدين يلي رح يدخل لأرض الملعب بدلا من حسن محمد. حسين شرف الدين هو التبديل الثاني بصفوف فريق النجمة. جمال الحاج يلي عم بهنيه لحسن محمد على أدائه، وطبيعي دائما اللاعب وقت يستبدل ما بيكون راضي. هذا في هنيه وفي واسيه ايضا بنفس الوقت، لان بالتاكيد حسن محمد كانت طموحاته اكبر، وهو يلي مثل ما ذكرت كان سجل الهدف الوحيد للنجمه بمباراه الاياب الموسم الماضي على هالملعب بالتحديد. اليوم ما قدر يوصل للشباك لبل ما قدر يصنع اي فرصه حسن محمد، منه بافضل ايامه حسن محمد مثل ما هو في يقول اداء الهجومي لفريق النجمه رغم تقدمه بهالمباراه مع ركله حره. فارس موجود خلف حسن معطوق ومحمود فتح الله، المعطوق عم يتقدم عم يسدد بشكل مباشر الى جانب المرمى. حسن معطوق الكره السابقه يلي كانت خطره كثير، كان معقول كثير يمرر لموسى كبيرو، كان معقول كثير يسدد، فلا طلعت تمريره ولا طلعت تسديده. حاليا حسن العنين يلي كان عم يقطع الكره بترجع عند ابو عتيق، ابو عتيق بمنتصف الملعب، ابو عتيق بمرر بدوره للمرقباوي يلي عم يتقدم على الجهه اليسرى. مرقباوي لمين؟ لعباس حسن حارس مرمى فريق النجمه. الكرة بتنلعب سريعة من حسن العنين لنادر مطر، نادر مطر محور الكرات كلها، بيرجعها لمحمود فتح الله على الجهة اليسرى صاحب الهدف الوحيد لهلا بالمباراة ماهر صبرا. ماهر صبرا يلي بيتقدم والحكم كان عم يستعد ليرفع رايته ليعلن عن خطأ. بتابع اللعب الهجمة مع فريق رخاء الأهلي علي، مش وقت كثير بترجع سريعة مع فريق النجمة. حسن العنين لاحمد جلول يلي بيخسر الكره بمنتصف ملعب سريعة من فريق رخاء الاهلي علي. ايضا من ناحيه فريق رخاء عم نشوف اكثر من لاعب، يعني محمد ابو عتيق، سعيد اسكندر، وحسن الحاج، فلاح، ليس، كلهم عم بيركضوا، كلهم عم بيشتغلوا ليقدروا يخلقوا الفرصه المطلوبه. ابراهيم خير الدين اعتراض من فريق النجمة على الخطأ، بس الخطأ رح يتم احتسابه. يعني سامر قاسم صراحة الكل لازم أكيد يتعلم، لازم يتعلم مصري شوي، أكيد سمع الكل، أو محمود فتح الله يتعلم لبناني. يعني على طريقة الحكام الإنجليزي اللي بيعملوا محاضرة للاعب قبل ما يوجهوا اللاعب أو يعطوا التعليمات للقرار يلي اتخذوه. بطبيعه الحال عم عيد اللاعبين كان للخلف سامر السيد قاسم، والخطا
للاخاء الاهلي عليه من مكان مناسب جدا لايكر او لمحمد ابو عتيق لمحاوله اصابه مرمي لاعب بيس حسن. ابو عتيق رح يكون موجود على الكره، ممكن نشوف تسديده من ايكر في حال حركها ابو عتيق. خمس لاعبين من الاخاء الاهلي عليه داخل منطقه جزاء النجمويه، وسعيد اسكندر موجود على مشارف المنطقه. سعيد عواضة ايضا عم يواكب، الوحيد يلي موجود بالخط الخلفي حاليا هو ابراهيم خير الدين. ابو عتيق عم يتقدم، عم يلعب الكره على العارضه الثانيه خطيره جدا، عباس حسن عم يخرج بالبوكس وعم يبعدها الى ركله ركنيه. ذكي جدا لابو عتيق، حاول يلعبها بعيده عن عباس حسن ومدافعي النجمه، انما الحارس النجماوي كان حاضر هالمره بكامل تركيزه. شوفوا بالاعاده، ابو عتيق بظهر الدفاع بمحاوله لايصالها لليث صاحب او ربيع هوبري الى ركله ركنيه، هي الثانيه بالمباراه للاخاء الاهلي علي، فرح تثمر عن هدف التعادل بعد الضغط الجبلي الكبير على مرمى النجمه. الركنيه الى داخل منطقه الجزاء، الراسيه مش موجوده، مقطوعه من دفاع النجمه. سعيد اسكندر بعيده لعند ابو عتيق، ايضا محاوله للعب الكره العرضيه مقطوعه مره جديده من كبير موسى يلي عم بيشارك بالحاله الدفاعيه، بتبقى للاخاء الاهلي علي. ايضا الكره الى داخل منطقه الجزاء، وماهر صبره عم يقطعها بالراس، موسى كبيرو بالهجمه المرتده، كبيرو عم بيروح، كبيرو عم يتقدم بحاول يحطها عند نادر مطر المتقدم. ايضا كان في شكوك حول مشاركته بمباراه اليوم، انما نادر حاضر، نادر جاهز، والنجم من جديد والضياع على الصعيد الهجومي بشكل مستغرب. بالوقت يلي احمد حجازي كنت عم بتحدث عنه اصبح جاهز للدخول الى ارض الملعب مثل ما ذكرنا انه احمد حجازي عم بيقوم بعمليه التحمي وعم يتحضر للدخول، اصبح جاهز. رح نشوف خيار عبد الوهاب ابو الهيل على مين من اللاعبين رح يوقع للخروج من الملعب. قاسم الزين جديد بالصراع مع فلاح الجنابي، ما خرجت الكره، خرجت الكره، خرجت الكره، عم بيقول سامر السيد قاسم. رمي التماس للاخاء الاهلي عليه، حسين شرف الدين ما قدر يسيطر عليها، المفروض يعني اذا بنشوفها بالاعاده المفروض الكره تخرج بكاملها ليتم احتسابها بالاعاده مره جديده. الكره ما خرجت ابدا، ما قربت على الزين فعلا، كانت بعيده كثير، ما خرجت ابدا، يعني الامور واضحه. سعيد اسكندر عم يترك مكانه لاحمد حجازي، ما بعرف يختلطوا علينا اللاعبين على الصعيد الشكل، يعني سعيد اسكندر عم يخرج وعم يترك مكانه لاحمد حجازي. خيار هجومي اضافي للاخاء الاهلي علي، عبد الوهاب ابو الهيل عم يرمي بكل اوراقه الهجوميه بالوقت يلي في كره راسيه من ليث موسى كبيرو، ايضا بيبعد الخطوره، عم يرجع للدفاع كبيرو ليساعد زملائه تحت الضغط بالوقت يلي حسن الحاج عم يطلب المسانده وعم يضغط من جديد. نادر مطر النجمه عم يحاولوا يمتصوا فوره الاخاء الاهلي علي عبر تبريد اللعب، والايقاع يكون اخفف بكثير بالوقت يلي المعطوه عم يبني هجمه مع نادر مطر يلي بحاول يلعب العرضيه والى سابع ركله ركنيه نجمويه الى يساره لشاكر وهبي. جمهور النجمه صدقوني ازداد عدده بالشوط الثاني، ما بعرف من وين عم يجي جمهور النجمه بصراحه، من اي مناطق عم يوصل الى ملعب صيدا البلدي. نادر مطر على تنفيذ الركله الركنيه لداخل منطقه الجزاء، ممكن تكون خطيره للنجمه. محمود فتح الله في خطا، في دفع وخطا واضح من محمود فتح الله. نتيجه ما زالت على حالها، تقدم فريق النجمه بهدف للصفر على فريق الاخاء الاهلي علي، فريق الاخاء يلي عم يجرب المستحيل كرمال يعمل اي شيء ليعدل. هيدي المباراة الرابعة، المباراة الثالثة عم تنتهي رسميا بالتعادل السلبي 0-0 بين الصفا والشباب العربي. لهلا اسبوع التعادلات بالدوري اللبناني، دوري الفا لكرة القدم. مباراة النجمة والاخاء الاهلي عليه المباراة الرابعة، وسبق لثلاث مباريات يلي صاروا انه انتهوا بالتعادل. طرابلس والاصلاح 1-1، الراسنج والانصار ايضا 1-1، الصفا والشباب العربي بنتيجة 0-0. هيدا خامس هدف عم يتسجل لهلا بالمرحلة الثانية، كان هدف النجمة بأربع مباريات، نسبة متدنية جدا من التسجيل قياسا للأسبوع الأول يلي شهد 19 هدف فارس. بعد في مبارتين وبعد في تقريبا خلينا نقول حوالي 30 دقيقة من هالمباراة، مع الوقت المحتسب بدل عن ضائع. جمهور النجمة يلي ما عم يسكت أبدا
هيدا جمهور النجمه، هول مجانين النجمه يلي بيواكبوا فريق النجمه وين ما كان بكل المناطق اللبنانيه، وين ما كان بتروحوا على الشمال على الجنوب على البقاع بتلاقوا جمهور النجمه هو الكبير، جمهور النجمه هو الاكبر. فرصه لحسن معطوه، حسن معطوه بيدخل منطقه الجزاء، كره بالعرض، مش معقول مش معقول شو عم تعمل يا اكرم مغربي. اكرم مغربي كان فيك تنهي المباراه، كان فيك تقضي على كل حظوظ فريق الخيال الاهلي علي بكره بعيد، كنت بعيد حوالي المترين. نرجع بنشوف حسن معطوق كره بالعرض وتسديده اكرم مغربي اللي عم تصدم بالدفاع، ركله ركنيه بتتنفس، فرصه جديده لفريق النجمه. لاعبين فريق الخيال الاهلي علي باستثناء حجازي كلهم بيرجعوا لمنطقه الجزاء داخل المنطقه، بيقطشها للكره عواضه، عواضه بيقطع الكره لمين؟ لحجازي. ما بيكفي لاعب واحد بالهجوم، لازم يكون في اكثر من لاعب لانه فريق الاخاء متاخر بالنتيجه. واضح الخطا كان ايضا لصالح فريق الاخاء عن طريق لاعب سعيد عواضه، سعيد اللي عم بيكون تقريبا اكثر اللاعبين نشاط من ناحيه فريق الاخاء الاهلي علي. عم تسمعوا جمهور النجمة ما فرق معهم لا شتاء لا شوب لا شمس لا رطوبة، مهم يقازروا الفريق، يشجعوا الفريق، يرافقوا الفريق. مرقباوي، مرقباوي بيدخل منطقة الجزاء، مرقباوي داخل منطقة الجزاء بمرر، فرصة لفريق الخيال الأهلي علي، مش شوات كثير لأنه بيقطعها للكرة محمود فتح الله وبيحصل على الخطأ. هذا اللاعب المصري يلي فريق النجمة بيعرف كثير منيح انه بحاجة لوقت قليل ليدخل بجو المباريات وبجو الدوري اللبناني. سبق ولعب مع اكثر من فريق مصري بس برز بشكل خاص مع فريق الزمالك. يعني محمود فتح الله اسم غني عن التعريف فارس، مرتين بطل كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري اللي لعب ايضا معه بكأس القارات. بالوقت هاللقطة الجماهيرية واللوحة الجماهيرية اللي ما بتحتاج لأي تعليق. يعني فعلا هي قصة عشق بين النجمة وجمهوره والجمهور المتعطش ليشوف فريقه من جديد على منصة التتويج بنهاية موسم طويل وصعب بدون شك راح يكون على الجميع وخصوصا الفرق المنافسة على اللقب. ما في أي خصم سهل، شفنا امبارح الرسيق المباراة الكبيرة قدمها أمام الأنصار بعد ما كان الأنصار أكد حضوره الأول بالبطولة بفوزه على طرابلس 5-1 بالمرحلة الافتتاحية، واليوم الإخاء الأهلي علي عم يقدم مباراة ندية أمام الفرقة النجموية مع آيكر بحاول ينطلق، آيكر بمر عن شرف الدين وفي صافرة وفي لمسة يد على محمد مرقباوي، الكرة رح تنتقل لعند النجمة. يعني بصراحة النجمة يلي هو عم يتحكم بريتم المباراة حاليا، هو عم يبطئ اللعب، عم بيسرع اللعب، عم يجرب يقتل المباراة قد ما فيه تما يخلي الأخاء يرجع يستعيد الروح الهجومية اللي ظهر عليها بالشوط الأول. نادر مطر بوسط الملعب، نادر بيلتف على نفسه لعند كبيرو موسى، كبيرو بتوصل لعند نادر مرة جديدة، نادر مطر عم بعده عم يقاتل على الكرة، عم يبعدها حسن الحاج يلي أصبح دوره الدفاع أكبر مع دخول أحمد حجازي ومرقباوي إلى أرض الملعب، ما بتوصل لعند فلاح من المرقباوي، حسن العنين بريح حاله من الضغط بينقل عند قاسم الزين، أيضا تغيير اتجاه اللعب على الجهة اليسرى لعند ماهر صبرا، مضطرب أكثر وأكثر من دقيقة 70 ومن اخر 20 دقيقة من المباراة، نجمي متقدم لا يزال بهدفه لماهر صبرا بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بالشوط الأول. سعيد عواضة إن شاء الله يا سعيد لعند أحمد حجازي، لاعب سريع جدا أحمد حجازي، أحمد بحاول يستفيد من السرعة بواجهة جلول، عم ينجح بالمرور على الأول على الثاني وفي إنذار بالتأكيد على محمود فتح الله، ما كان عنده أي حل المدافع المصري تيوقف قطار أحمد حجازي المنطلق مثل السهم، مر عن الاول مر على الثاني، محمود فتح الله كان ثاني اللاعبين وعم يتلقى الانذار اللاعب المصري محمود فتح الله. هيدا فاول ذكي، فاول بدل على خبره كثير كبيره، صحيح
لانه لو راح احمد حجازي كانت المسيحه كلها راح تكون امامه ليدخل ليعلي راسه ليلعب الكره العرضيه، ليش لا ليخترق المنطقه ويسدد. كان مرتاح بانطلاقته احمد حجازي، كنت عم بتحدث عن سرعته واستفادته من هالامر، فعلا ترجمه على ارض الواقع بهالمرور وبهالخطا يلي حصل عليه والركله الحره يلي خلفها محمد ابو عتيق، ربيع هوبري، احمد عطوي، فلاح الجنابي، كل اللاعبين يلي بيلعبوا الكرات الراسيه بامتياز عم بيكونوا موجودين بالمنطقه النجمويه والبحث عن هدف التعادل. ابو عتيق على صافره سامر سيد قاسم عم يتقدم عم يلعب الكره اللي داخل منطقه الجزاء الراسيه موجوده من فلاح مره جديده والسهله بين يدي عباس حسن. حسين شرف الدين، حسين الكره الاماميه ذكيه باتجاهه لاكرم مغربي، احمد عطوي اللي ارتد سريعا للخلف عم ينظف المنطقه الى رميه تماس نجمويه مثل ما حكينا امبارح عن الانصار وقلنا ما مفترض ينام على هدف، وهيدا الامر يلي صار قدر يعادل راسك بالتاكيد النجمه مو مفترض ينام على الهدف يلي سجله ماهر صبره، والا الاخاء راح يتمكن من معادله الارقام ليش لا بالامكانيات الهجوميه اللي عنده اياها مع وجود اربع مهاجمين فينا نقول على ارض ملعب كبيرو. موسى عم يتقدم كبيرو عم يوسع نفسه كبيرو، هل راح يخترق هل راح يسدد بيتركها للمعطوء خطيره للنجمه، اكرم مغرب بالانتظار على الجهه اليمنى، اكرم مطلوب الكره العرضيه، العرضيه موجوده ومقطوعه من ابراهيم خير الدين، كرته لاكرم مغرب ما اصابت حدا من لاعبين النجمه انما اصابت ابراهيم خير الدين، الكره من جديد الطويله الاماميه للاستفاده من محاولات يلي عنده اياها الحجازي وسرعته الموجوده، احمد حجازي بحاول يمر عن محمود فتح الله، ماهر صبره ممتاز جدا، شوفوا ماهر صبره كيف اجى يعمل الكفر كيف اجى يعمل التغطيه ويساعد محمود فتح الله. عبد الوهاب ابو الهيل باخر ما معقول ما معقول مره جديده بالوقت يلي كنت بدي اتحدث فيه عبد الوهاب ابو الهيل، كبير وموسى كان باقرب مره فيها للمرمى ليوضع بصمته بمباراه اليوم ما نجح بهالامر، برقبوي بصراع مع قاسم الزين والخطا بيكون موجود بالاعاده مره جديده تمريره المعتوق، كبيرو شو بدك احسن من هيك يا كبيرو موسى، تمريره المعتوق على المسطره لكبيرو موسى. قلت انه النجمه منن بيوم ابدا على الصعيد الهجومي، عدم توفيق كبير عند لاعبي النجم اليوم بصراحه. كبير موسى منه للمعتوق، المعتوق راح يفك شفره الدفاع الجبل، المعتوق بحاول يمر ما بينجح بهالامر، بتروح لعند ليث من جديد، الضغط بخط الوسط للنجمة عم بيكون ممتاز بالشوط الثاني، تحسن كثير فريق النجمة بالشوط الثاني، تحسن كثير وخصوصا مع تقدم حسن العنان ليكون له دور بوسط الملعب الى جانب نادر مطر واحمد جلول مع دخول حسين شرف الدين وتواجده على الجهه اليمنى. كبيرو موسى، كبيرو بعرض الملعب معطوق بالانتظار بحطها لعند العنان، تمريره خاطئه هالمره، التمريره خاطئه هالمره. جمال الحاج امبارح كان موجود بمباراه الانصار والراسينج، عم ياخذ نوت كثير، عم ياخذ ملاحظات كثيره، وبانتظار الديربي، ديربي بيروت، ديربي القطبين بالاسبوع الثالث بالوقت يلي صاحب مع الانطلاق ودخول لمنطقه الجزاء بيطلب الكره عطيه بيلعب العرضيه، بيلعب العرضيه باتجاهه لاحمد حجازي يلي ما قدر يوصل للكره، ممتازه كانت من ليس صاحب، كمان شرب الماهر صبره يلي قطع الكره وماهر صبره يلي سجل وماهر صبره يلي عم يرفع عم بمرر، اليوم فينا نقول هو لهلا رجل مباراة بامتياز والجد المجهول بدفاع النجمان، وبالوقت يلي فلاح عم يتقدم، فلاح جنابي عم يسقط على ارض الملعب، احمد حجازي خطيره، لا 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 ما معقول ما معقول، مره جديده الحظ عم يوقف بوجه الاخاء الاهلي علي بعد الكره على العاطي يلي سددها البرقباوي هالمره، عباس حسن والقائم الايمن عم يحرموا الاخاء الاهلي علي من هدف التعادل، ما معقول يلي صار على ارض الملعب، قلت النجمة ما بيسوى ينام على هدفه لأن الأخاء خطير، أحمد حجازي عم بيأكد هالأمر، تحدثت عنه كثير، حكيت عن خطورته بالإعادة مرة جديدة، شوفوا الخطأ الدفاعي، قدر أحمد حجازي يستفيد بشكل ممتاز ويسدد الكرة ارتدت، يحسب لعباس حسن فعلا إنجاز، قاسم الزين شو عم تعمل يا قاسم الزين، أحمد حجازي عباس حسن فعلا هو يلي أنقذ المرمى بمساعدة القائم الأيمن بالتأكيد.
ما معقول ما الا فرصة للأخاء الأهلي علي قبل ربع ساعة على نهاية المباراة. الأخاء دائما عم يبحث عن هدف التعادل مع الركلة الحرة لأبو عتيق. هيدا أول خطأ على ليس صاحب يلي من خلاله حصل على ركلة حرة الإخاء الأهلي علي. شو ممكن يعمل أبو عتيق؟ هل ممكن يلعب الكرة مباشرة على المرمى مرقباوي أو أبو عتيق أو من جديد محاولات لضرب الدفاع الإجماوي بظهره من خلال الكرات الثابتة. أبو عتيق بيلعبها المرة أرضية مقطوعة مرة جديدة من دفاع النجمة على مرحلتين إلى خارج أرض الملعب. بالشوط الثاني الإخاء سدد بالعارضة، سدد بالقائم، فريق الإخاء عم يخلق الفرص، فريق النجمة هجماته المرتدة عم بتكون خطرة كتير. كمان كبير موسى بعد ما لهلا قدر يسدد مثل ما لازم، ما خلق الخطر المستمر على مرمى فريق الإخاء الأهلي علي. المرقباوي بيطلع لمين بده يمرر، فريق الإخاء تخلى شوي عن حذره الدفاعي. إذا بتطلعوا بتلاقوا أربع لاعبين من فريق الإخاء صاروا موجودين بمنطقة جزاء فريق النجمة. ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي لزمن المباراة، لهلا ثلاث نقاط مع فريق النجمة، بس ما حدا بيعرف شو بتخبي ال 15 دقيقة الأخيرة من مفاجآت من تغيرات بالنتيجة. التبديل الثالث والأخير بصفوف فريق النجمة يلي عم بيستعد حسن القاضي للدخول لأرض الملعب. حسن القاضي رح يكون ثالث تبديل بعد أكرم مغربي وحسين شرف الدين. هلا بنشوف التبديل رح يكون بدلا من مين. مع تنفيذ الركلة الركنية لصالح فريق الإخاء الأهلي علي داخل منطقة الجزاء بس بالشباك الخارجية. يعني هيدي مباراة الضغوط كنا عم نقول قبل اللقاء فارس، مباراة الضغوط على النجمة لأنه مطالب بالفوز، الضغط الكبير يلي يعني عم يشكله الأخاء، وحاليا الضغط الأخاء على أرض الواقع مع محاولته لإدراك التعادل. حسن القاضي التبديل، كبير وموسى هو يلي اختاره جمال حج للخروج من أرض الملعب. يعني اليوم الفوتبول منه أسامي، الفوتبول يلي اليوم عم بيقدم، الفوتبول هو أداء، الفوتبول فرص. جمال حج عنده رأيه وعنده وجهة نظره، يمكن كل واحد منا كان بيتخيل لعيب آخر بالتبديل. جمال حج شاف أنه لازم كبير موسى يكون خارج الملعب. حسن القاضي أيضا لاعب ممتاز، مهاجم بيندفع كمان للأمام، بدنا نشوف شو رح يعطي بآخر عشر دقائق. لاعب الفوتبول يمكن إذا نزلته دقيقة أو دقيقتين بيقدر بهالدقيقة أو دقيقتين يعطي المطلوب منه. هلا الدور والتقل الكبير بالهجوم راح يكون على هاللاعب اكرم مغربي، هداف النجمه بالموسم الماضي ب 12 هدف واكثر اللاعبين مشاركه مع النجمه بالموسم الماضي 1874 دقيقه تحديدا. اكرم مغربي راح ياخذ دور كبير موسى وحسن القاضي اللي تالق بالموسم الماضي مع السلام زغرتا امام مهمه اثبات نفسه كعنصر وورقه رابحه بتشكيله جمال الحج. لخاء بعد راح يلجا لتبديل اخير اذا بده عبد الوهاب ابو الهيل. نجمة ولا تبديل بقى، استنفد تبديلاته ثلاثة. حسن القاضي بأول كرة عم يلمسها بمررها للعنين، العنين يلي بيخسر كرة بتنتقل هجمة مرتدة مع اللاعب العراقي صاحب ليس صاحب داخل منطقة الجزاء، ما في مين يتبعه والخطر موجود بكل هجمة لفريق الإخاء الأهلي علي، الخطر موجود. ليس صاحب اللاعب العراقي يلي مرر هالتمريره بس ما قدر يستفيد منها ابدا اللاعب العراقي الاخر فلاح الجنابي. فلاح الجنابي اللي كان قريب كثير لو قدر يستغل هالكره انه يسجل هدف التعادل. احمد عطوي مع رمي التميز داخل منطقه الجزاء بنفذها وفرصه لفريق الاخاء الاهلي علي من دون ما يكون في خطا على محمد ابو عتيق. الخطر موجود والهجمة المرتدة إذا كانت مش مشموية ما عم بتكون لوقت كتير لأنه فريق الإخاء عم بيرتد عم بيكمش الكرة أكتر عم بيضغط أكتر. فريق النجمة عم بيجرب يقطع الوقت ويعتمد على الهجمات المرتدة. رمي التميس لعد محمود فتح الله صاحب البطاقة الصفراء بهالمباراة. ماهر صبرا هو صاحب الهدف الوحيد لهلأ بالمباراة. أحمد عطوي وين ما كان على الشمال وعلى اليمين تنفيذ كل رميات التماس.
يعني احمد حجازي كلمه حق تقال، من وقت ما نزل حرك كثير الخط الامامي لفريق لخاء الاهلي علي، قدر يخلق الفرصه المهمه كثير يلي كانت التسديده بالقائم يلي ابعدها عباس حسن وارتدت الى القائم وخلص مرمى النجمه من هدف وحقق، كمان تسبب لمحمود فتح الله ببطاقه صفراء. حسن معتوق لماهر صبرا، بترجع لحسن معتوق، حسن معتوق يلي عم بجرب يخترق الاول الثاني، بمرر كره للجهه اليمنى عند حسن القاضي، حسن القاضي بيرفعها اماميه لعند مين؟ نادر مطر، نادر مطر شو راح يعمل نادر مطر؟ بيرجع الكره للخلف مع تسديده بعيده 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 من دون اي خطوره تذكر على مرمى فريق لخاء الاهلي علي. يعني على الاقل جرب ماهر صبرا حظه من المسافه البعيده، شفنا حسن العنين كان بوضع جيد يمكن للتسديد من مشارف المنطقه الا انه فضل يمرر للجهه اليمنى لعند حسن القاضي. احمد عطوي امامنا والمهم الصعب كانت اليوم لاله وللاخاء الاهلي علي للوصول الى الشباك النجمويه. حسن العنان مجهود كبير عمله اليوم ان كان بمركز ظهير الايمن وحتى بعد انتقاله لخط الوسط مع عاصم الزين، بيقطع الكره بالراس ترجع لعند العنان، النجمه اكيد ممكن يستفيد من ارتداد الاخاء الاهلي علي الى الهجوم ويسجل الهدف الثاني ويعزز النتيجه ويضمن النقاط الثلاثه يلي راح تكون اولى له الموسم في حال حققها. سعيد عواضه عم يقطع الكره امام نادر مطر مره جديده، احمد عطوي بالخلف منه لعند حسن الحاج، سعيد عواضه من جديد تعودنا نشوفه بمركز الجناح الايمن مع الاخاء وقبل مع التضامن صور، لانه سعيد عواضه موجود بمركز الظهير الايمن اليوم وعم يقدم اداء جيد فينا نقول. خطا لمصلحه محمود فتح الله هالمره. للتبديلات اذا كان اجراهم النجمه مقابل تبديلين للاخاء الاهلي علي اللي عم يحضر تبديل ثالث. مصطفى بيضون عم يتحضر للدخول. احمد عطوي طوع بالراس لعند ابو عتيق، الكنترول كره الخلف لعند هوبري انه لعند ابراهيم خير الدين، فلاح فلاح الجنابي بالراس في خطا لمصلحته انه الحكم بيترك الادفانتج، بتروح لعند ليث صاحب، ليث بينقل على الجهه اليمنى بعيده بعيده جدا عن حسن الحاج وسهله عند ماهر صبرا. حسن العنين، احمد جلول المرة تبريته خط، ابو عتيق عم يستفيد، محمد ابو عتيق مش لوقت طويل لانه عوده ممتازه كانت لحسن العنين، ايضا حسن القاضي بحطها لعند المعتوق، المعتوق بوسط الملعب لعند نادر مطر، نادر من جديد للمعتوق بلش يتحرك النجمه مثل ما بيحبوا، لما احمد عطوي المره موجود على مسارها ليقطعها. مصطفى بيضون فعلا هو اللاعب يلي عم يتحضر للدخول بخط وسط فريق الاخاء الاهلي علي. حسن القاضي التقدم مره جديده، حسن حسن بيروح، حسن بيتقدم، حسن بحاول يمر، صعبه جدا كانت على حسن القاضي، ابراهيم خير الدين عم يقطعها. على ارض الملعب المرقباوي لاعب النجم السابق محمد المرقباوي يلي راح يقوم لمتابعه المباراه بعد هالاحتكاك يلي صار، وفرصة هون للفريقين ليشربوا شوية مي، رطوبة عالية كتير، نحن حد البحر تماما، والحرارة حرارة الطقس كتير عالية. سامر سيد قاسم حكم المباراة. هات نشوف عبد الوهاب ابو الهيل كيف عم يعطي التعليمات بانفعال كبير للاعبينه. هيدي دائما الروح الايطاليه يلي ببثها المدرب بصفوف لاعبينه. عبد الوهاب ابو الهيل مثل ما عودنا كلاعب مقاتل بخط الوسط على ارض الملعب. اللاعب متوقف حاليا وابتسامات متبادله بين طبيب فريق النجمه دكتور مازن احمدي وسامر سيد قاسم حكم المباراه. بالوقت يلي تبديل غير رايه عبد الوهاب ابو الهيل، نادر مروش هو اللي عم يدخل مكان ابراهيم خير الدين على ما يبدو. ابراهيم خير الدين
اضطر يخرج من المباراة، وبالتالي من بعد ما شفنا مصطفى بيضون الرقم 8 واقف على خط الملعب عم يتحضر للدخول، اختار نادر مروش المدرب عبد الوهاب أبو الهيل. فتنا بآخر خمس دقائق أو اقتربنا نفوت بآخر خمس دقائق من المباراة، دائما النجم متقدم بنتيجة 1-0 بهدفه لماهر صبرا بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بالشوط الأول. حسن القاضي، القاضي منه للجلول بعيدا للخلف قاسم الزين. في حال بقيت النتيجة على حالها لازم يكون النجمة سعيد جدا بهالثلاث نقاط، ما كان بأفضل أيامه وخصوصا على الصعيد الهجومي فريق النجمة، إنما يخرج من المباراة وهو فائز هذا أمر أكثر من ممتاز، الدليل على عدم التوفيق يلي لازم المهاجمين النجمويين هو مدافع سجل هدف في المباراة لحد الوقت. عباس حسن إلى الجهة اليسرى إلى خارج أرض الملعب، ماهر صبرا كان عم يكسب رمية التماس وعم ينفذها لعند نادر مطر. وسط الملعب من جديد المعتوق هو يلي عم يستلم كابتن منتخب لبنان، وتبادل جميل للكرات تطول على المعتوق تبع مع حسين شرف الدين يلي عم يتقدم عم بمر حسين شرف الدين بالعمق بحاول يلعب أمامية لأكرم مغربي، مقطوعة من جديد محمد أبو عتيق. هنشوف الأخاء الأهلي علي إذا رح يكون عنده ردة فعل بالدقائق الأخيرة من المباراة. أيكر عم بمر هالمرة عند قاسم الزين بيلعبها لأحمد حجازي، محمود فتح الله بالخبرة بالتركيز بالثبات كان عم يقطع الكرة. أيكر من جديد بيحصل على الكرة، أيكر بحاول يدخل منطقة الجزاء، الصراع كتير كبير ودفاع النجمة عم نشوفه برقابة خاصة على أيكر، بيعرفوه كتير منيح لمحمد المرقوي بيعرفوا إمكاناته، أبدا ما في أي تساهل مع أيكر. حسين شرف الدين هو يلي راح وعمل التغطية بالوقت يلي قاسم الزين أيضا عم يتألم مثل ما شفنا بالصورة. كل السلامات لقاسم ولا شرف الدين. يعني قبل ثلاث دقائق على نهايه المباراه الهدف هلا قاتل، كان للنجمه او كان فعلا لفريق الخيال رح يكون عليه. هدف ذهبي فعلا فارس في حال حصل. شوفوا ايكر يلي عم حاول ياخذ الامور على عاتقه دايما، رمي التماس للاخاء مع نادر مروش بتركها لاحمد عطوي من جديد كابتن الاخاء بده يلعبها الى داخل منطقه الجزاء على طريقه الكورنر، ليش لا، محاوله لاحداث ارباك بدفاع النجمه. عطوي بيلعبها لداخل المنطقه، الراسيه موجوده انما عم تكون نجمويه من قاسم الزين. رميه التماس اللي بنفذها احمد عطوي بتذكرنا باكثر من لاعب، محمد حلاوي بالنجمه، جمال طه بالانصار، صحيح كانوا ينفذوا رميات تماس بتحس حالك كانه عم تلعب ركله ركنيه، الاوت يلي بتكون قريبه، فريق النجمه عم بجرب يقطع الوقت ليكون عنده اول انتصار بدوري الفا لكره قدم، اول ثلاث نقاط له اذا تحقق هالشيء، وفريق الاخاء الاهلي علي يلي اليوم بيوقف رصيده عند نقطة واحدة بحال بقيت النتيجة على حالها. عباس حسن عم يطلب من زملائه يتقدموا، سامر السيد قاسم عم يعطي بطاقة صفراء لعباس حسن يلي بيعتبر هو انه عم بضيع وقت، تعمد إضاعة وقت، بطاقة صفراء لحارس المرمى، بتعرفوا كل ثلاث بطاقات صفر بغيب اللاعب عن المباراة يلي من بعده بتجي. وعم نلاحظ ببداية المباراة عندما عم نوضع التشكيلة على الشاشة عم نشير لأي لاعب بيحمل بطاقة أو بطاقتين. لا لا، لاعب الوحيد اللي معه بطاقتين ابو بكر كمارا لاعب الانصار، بحب البطاقات. حسن العنين وماهر صبرا اليوم عم بيقدموا، وقاسم الزين مباراة دفاعيا ومحمود فتح الله اكيد عم بيقدموا مباراة جيدة، بس شوفوا النجمة بحالة ضياع تامة، بس الاخاء ما عم بيستفيد من هالشيء، وركلة حرة نجموية رح تكون بعد الخطا على فريق الاخاء الاهلي علي. عبد الوهاب ابو الهيل عم يعترض بشكل كثير كبير على هالصافره فارس، عم يعتبر انه الخطا كان لمصلحه فلاح، صحيح سقط فلاح انما الامر الواضح انه فلاح هو يلي كان عم يشد حسين شرف الدين، وبالتالي قرار صحيح كان من سامر السيد قاسم.
هذا ضغط بيكون من المدير الفني دائما على الحكم، ما راح يزقف له، ما راح يقول له مضبوط قرارك. فرصة للنجمة إذا عرفوا يستغلوها. نادر مطر لاعب بيلعب مبارتين ورا بعض، ما بيتأثر ما بيتعب، عم نشوف قديش عطى مجهود كبير بهالمباراة. ترجع لعند حسن معتوق، حسن معتوق لمين بده يمرر؟ بده حدا من زملائه حده ليمرر له. فينا نقول الوقت القصي يلي انتهى، وبانتظار الحكم الرابع قديه رح يعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع مع فريق الإخاء يلي رح يكب كل تقله بالهجوم بهالاربع دقائق، وفريق النجمه يلي رح يجرب يحافظ على هالنتيجه من خلال بناء هجمه، من خلال التشتيت، من خلال شو ما كان، لازم يحافظ على نتيجه المباراه. بينما فريق الإخاء لازم يتقدم اكثر واكثر بهالوقت المتبقي. بعالم كره قدم ما حدا بيعرف، يمكن بالثانية الأخيرة تشوفوا هدف. ما لازم أبدا واحد يفكر إنه المباراة انتهت. رامي التماس نجموية، المرقباوي بيقطع الكرة، المرقباوي بحب كثير يتقدم على الجهة اليسرى، وبيعرفوا كثير منيح اللاعبين طريقة لعب المرقباوي، لاعب معهم كان الموسم الماضي. كرة على الجهة اليمنى، بعدها مع أحمد عطوي، أحمد عطوي بيلعبها أمامية، محمود فتح الله رايق، خبرة كثير كبيرة، هيك نوع من الكرات ما راح تسبب له أي مشكلة. أبو الهيل عم بيعترض وخطأ لصالح النجمة. عبد الوهاب أبو الهيل يلي معه الإخاء الأهلي عليه حل وصيف مرتين بالدوري اللبناني لكرة قدم، أول مرة 99-2000 خلف النجمة تحديدا، و2000 2001 بالبطولة يلي التغت واللي كان فاز فيها التضامسور، سجل 13 هدف بالدوري اللبناني، وباخر مباراه لعبها كانت ضد النجمه بالتحديد على ملعب المدينه الرياضيه انتهت 2-2، كان عبد الوهاب ابو الهيل عم يسجل واحد من اهدافه 13 بالدوري اللبناني، فعلا بيعرف الدوري اللبناني كثير منيح، والدوري اللبناني بيعرف مين عبد الوهاب ابو الهيل، بيعرفوا بعض. كره اماميه مع فريق النجمه على الجهه اليمنى، حسن القاضي، حسن القاضي يلي نازل مرتاح رح يجرب يضيع وقت بهالكرة ويحصل على رمي التماس. هيدا الشيء اللي بصير بعد باقي دقيقتين من الاربع دقائق يلي احتسبهم الحكم، لنشوف اذا فريق النجمة رح يحقق انتصاره الاول بالدوري اللبناني ويعادل الانصار بعدد النقاط. بيبقى فريق العهد يلي والصفا ايضا بكره العهد كمان اذا ربح بيعدي الاربع نقاط، يعني ما رح يكون لهلا عندنا فريق معه ست نقاط كاملة لهلا بعد هالمباريات يلي عم بتصير، بانتظار مباراة بكره يلي رح تكون بين النبي شيت والسلام صغرتا. في حال فاز النبي شيت بكره رح يكون هو الفريق الوحيد يلي قادر يوصل يحقق العلامة الكاملة، ومنا مهمة برأيي صعبة أمام السلام صغرتا مقارنة بأداء السلام بالمباراة الأولى ومقارنة باللي قدمه النبي شيت بالمرحلة الافتتاحية وفوزه 3-2 على التضامسور. بنعرف النبي شيت قد ايه صعب على أرضه. بالوقت اللي حاليا في كرة على مشارف منطقة الجزاء، حسن القاضي عم يقطع، أيضا حسن العنان، الارتداد من النجمة للهجوم، نادر مطر مقطوعة من نادر مروش مش لوقت طويل، عم تروح عند أكرم مغربي، تبادل جميل للكرات مع نادر مطر، أكرم مغربي منه للقاضي، فرح يعمل النجمة الضربة القاضي بالدقائق الأخيرة ويوجهها للإخاء الأهلي علي، مقطوعة بالرأس وفي خطأ، خطأ لمصلحة أحمد عطوي بعد المواجهة مع كابتن النجمة أكرم مغربي، مواجهة القائدين عم تعطي الكرة لمصلحة الإخاء الأهلي علي، والتمريرة الطويلة بآخر 30 ثانية باتجاهه لفلاح، بتروح لعند العنان منه للقاضي، أيضا العنان من اللمس الوحدة، آيكر عم يرتد للخلف، عم يقدر يحصل على الكرة، آيكر عم يروح، آيكر عم يمر، عم يتخطى الأول، عم يتخطى الثاني، آيكر إنما الاصطدام وسوء التفاهم مع ليث صاحب. ليث صاحب كان عم يلعب دور المدافع لإيقاف زميله محمد المرقباوي. ربيع هوبري بمواجهة المعتوق، معتوق نحصل على الكرة عندما سافرت سامر السيد قاسم، عم تطلق الأفراح النجموية، النجمي اللي عم يحقق انتصاره الأول بدوري ألفا لكرة القدم، المصافحة بين جمال الحاج وعبد الوهاب أبو الهيل، والابتسامة على وجه جمال الحاج من دون شك بتعكس الضغوط الكبيرة اللي كانت على النجمي ومدربه قبل بداية هالمباراة.
والراحة أكيد يلي عم يشعر فيها النجمويين بعد الانتصار. شوف الابتسامة على وجه جمال حاج، نادر لما تشوف جمال الحاج عم يبتسم، إلا أنه اليوم عنده كل الأسباب ليبتسم كرمالها. النجمة ما كان بأفضل أيامه، إنما حقق أول ثلاث نقاط. النجمة عاد إلى سكة الانتصارات على السكة الصحيحة وحقق انتصاره الأول بدوري ألفا. هلا المدير الفني بصير يفكر إنه الأداء ما كان اليوم على المستوى المطلوب، بس النتيجة هيدا يلي بيطمح لإله. عنده أسبوع أو أقل من أسبوع ليحضر لمباراة الأنصار المقبلة، رح يشوف الأخطاء كلها يلي صارت، رح يشوف وين اللاعبين كانوا عم بيأثروا بنوع معين بلحظات معينة من المباراة. هيدا جمال الحاج. عبد الوهاب أبو الهالي بيقدر يفتخر إنه فريقه كان عم بيقاتل اليوم، كان عم بيقدم أداء كبير، وصل أكثر من مرة للمرمى، قدر يخلق الفرص مرة بالعارضة مرة بالقائم، كان قريب كثير فريق الإخاء إنه يسجل هدف التعادل. على كل ألف مبروك لفريق النجمة، هارد لك لفريق الإخاء الأهلي علي. لهون بنوصل نحن وياكم لنهاية المباراة، رح ناخذ بريك ومن بعدها رح نرجع ننزل وننتقل للملعب لنشوف شو رأي حسين حمدان بهاللقاء.